نجي للجزء الثاني من المحاضرة اللي هي الأمثلة، ونشوف الأمثلة شو راح نحلها. مثال أول يقول لك determine أوجد X and Y company of F1 F2، اللي تعمل عليهم شنو؟ على هذا البوم. مطيني هذا البوم عندي قوة F1 200 بزاوية 30، 30 ويا من؟ ويا ال Y، 30 ويا من؟ ويا ال Y. ومطيني قوة هم خارجة مقدارها 260، ومطيني مثلث 13 الوتر 12 5. هسه اجينا القوة 200، بمعنى اجي من نقطة البداية مالتها ورسمت شني؟ رسمت FX بهالاتجاه و FY بهالاتجاه مثل ما واضحة بالرسم عندنا. خبط رسم نجي ال 30 جاور من جابر الواي، اذا واي ياخذ شنو؟ ياخذ الكوساين. اذا هسه مركب الواي 30 جاورها صح، والاكس تقابلها، هاي تصير مقابل الزاويه. اذا صار عندي 200 كوساين 30، اذا صار عندي 200 كوساين 30 والاف اكس صارت 200 ساين 30. ليش طلعها سالب؟ لان نشوف السهم باتجاه السالب. اذا باتجاه الاكس صار عندي 200 ساين 30 اللي هي 100 سالب، الاف واي صارت 200 كوساين 30 لتجاورها، اذا صارت هاي لتجاور اخذت كوساين، الثاني ايش تاخذ؟ تاخذ الساين. هاي خلصنا من من؟ من القوة الاولى. نيجي القوة الثانية، القوة الثانية قربنا، القوة الثانية كذلك. القوة الثانية جينا سوينا رسمنا وين؟ رسمنا من البداية مالت القوة لا مركبة اتجاه اكس ومركبة اتجاه الواي مثل ما تشوفونه، هذا اتجاه اكس وهذا اتجاه الواي. جينا قلنا الاف اكس خلينا 260 وخلينا شنو؟ هسه سوي انا وياك اياها الاف اكس المحصلة 260، اخلي خط مالتي اجي للمثلث الوتر مالته ايش قد؟ الوتر 13، خليه 13. انا اريد اكس يا اللي قابلنا الاكس 12 ولا 5؟ لا 12 لتوازي لنا الاكس، اذا على 12 صار 12. الواي 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 نفس الحالة، الواي ايش اجي اقول 260، اخلي الوتر ثابت عندي 13 بالمثلث. من اللي يوازينا الواي؟ يوازينا الخمسة، اذا صارت شادي الخمسة على، فصارت خمسة على هاي، فصار عندي المركبة شنو؟ الاف اكس 260 12 على 13 240، الاف واي صارت عندي بالسالب هنا فصار عندي سالب كذلك 100. واضح؟ زين إذا أريد نحلها بالكراتيزيان يعني نفس الشيء، يعني نقول الـ FY، نجي الـ FY شنو عندي؟ عندي سالب 100 باتجاه الـ X طيته شنو؟ I. إذا إذا قلت لك مثل إياها بالكراتيزيان فيكتور صارت 100 سالب 100 I زائد الـ Y 370، إذا 370 J. مثال إذا أعطيتك هاي القوة وقلت لك مثل إياها أعطيني المحصلة، هاي عاد شو تصير المحصلة؟ ال F تصير تحت الجذر 100 تربيع زائد جقد 173 تربيع كله تحت الجذر، تلقاها جقد تطلع لك، تلقاها تطلع لك جدية تطلع لك 200. المركبة الثانية هم بالكراتيزيان قلنا 280 باتجاه الاكس طيناها اي وسالب 100 طيناها شني؟ جي. هاي كذلك هم اذا اخذت تحت الجذر 240 تربيع زائد 100 تربيع تلقاها يطلع لك 260. اذا هذا المثال الاول تطبيق مباشر يعلمك شلون تحلل القوه. مثال ثاني عندك هذا اللينك subject to force، عندنا هم F1 و F2 determine شنو magnitude and direction of that force، نريد محصلة هاي القوتين. احنا هنا شنو شن نسوي بالقوتين؟ شنو نسوي؟ نرسم شنو؟
كنا نرسم إذا بالمثلثات كنا نرسم ضلع شني يوازينا الاف وضلع الثاني يوازينا والمحصلة شو تكون منه واضح. والزاوية بين القوتين هي شني هي ناقص الزاويتين ونستخدم قانون كوساين ساين. هاي طريقة. هسه لا صار عندنا شني موضوعنا أسهل. اجينا F1 حللناها لها مركبتين واحدة وين باتجاه ال X باتجاه ال X واحدة وين باتجاه ال Y. فالباتجاه ال X شو تصير هسه عندي هنا هي موجودة عندي اذا هنا هتصير إذن باتجاه الإكس إكس وين موجب الإكس شو يصير مجاور من مجاور للزاوية أخذ كوساين صارت الإف إكس أو خلنا نجعلها هاي الطريقة في النامس والسوماشن نجي لل 600 نقول ستمية شو سوينا سوينا إف إكس اللي هي 600 كوساين 30 اي الواي مالتها باتجاه الموجب اتجاه الموجب اذا هنا خلينا نسويها زائد 600 ساين 30 جي. إذا هاي المركبة 600 حللناها لها مركبة وين باتجاه الإكس 600 كوساين 30 آي زائد 600 ساين 30 نجي القوة 400 400 هنا راح أكتبها نقول 400 شو تساوي لنا 400 تساوي لنا الإكس وين راح يصير باتجاه السالب والواي باتجاه الموجب. ال 45 جاور الواي اذا الواي ياخذ كوساين والاكس ياخذ ساين اذا قلنا سالب أربعمية ساين 45 زائد هاي كله اي زائد 400 كوساين 45 جي. اذا انا سويت بالبداية حللت كل قوة باتجاه مركبة باتجاه اي والمركبة باتجاه جي. هسه شو سوينا احنا نريد محصلة اذا نجمع القوين باتجاه الاي ياهل عندي عندي 600 كوساين 30 موجب ناقص شني 600 ساين 45 600 ناقص 45 إذا طلعتنا المركبات بتاع موجب يعني وين تتجه تتجه وين اتجاه الموجب 236.8 الباتجاه الواي محصلة باتجاه الواي القوة اللي باتجاه الواي يعني عندي عندي 600 ساين 30 مات القوة الأولى بعد عندي هنا زائد إذا زائد 400 كوساين 45 طلعت لي موجب طلعت مقدارها جيد 582.4. هسه اريد المحصله المحصله صار شنو هسه انا عندي صارت عندي القوه بها مركبات باتجاه الاكس محصله باتجاه الاكس summation of x وعندي شنو summation of y اذا المحصله هي تحت الجذر باتجاه الاكس تربيع زائد باتجاه الواي تربيع طلعت لنا المقدار ايش قد 629 نيوتن. أريد الزاوية هاي الثيتا الزاوية الثيتا سويت أخذت تان انفيرس المقابل اللي هو الاف واي 582 على المجاور اللي هو 236.8 طلعت الزاوية جد هاي 67.9. إذا هسه أنا عندي قوتين وأريد المحصلة شو أسوي الطريقة الأولى الطريقة الأولى حتى تصير عندك أمور سهلة ما تتعب بيها
هاي الطريقة الأولى، إن 600 تحللها مركبة باتجاه I و J، يعني اتجاه X باتجاه Y. هاي أخذناها كوساين، والواي أخذت ساين. القوة الثانية 400 نفس الحالة، هسا X أخذ سالب والواي مجاور أخذ الكوساين، وذاك أخذ ساين. إذا صار أنا عندي شنو؟ سالب 400 في ساين. هسا أجي شو أسوي؟ أجمع القوة باتجاه X مع القوة الأولى والقوة الثانية مثل ما شفناها، جمعناها طلع موجب، يعني وين بالاتجاه المحصلة. وأجمع القوة باتجاه الآي جي اللي هنا باتجاه الواي، هذا المحصلة هي تحت الجذر الاف اكس تربيع زائد واي تربيع، الزاوية هي تان انفيرس. واضحة الفكرة؟ هذا مثل ما نشوف يعني الجزء الثاني سوينا للاف، قلنا 600 كوساين 30 اي و 600 ساين 30 جي، هاي الجزء الأول حللناها I و J. القوة الثانية قلنا 400 سالب والI ونال 400 كوساين J. بعدين سوينا جمعنا القوة باتجاه الI بوحدهن مثل ما شفنا، والقوة باتجاه J طلعت لنا المحصلة شنو هي؟ بيها باتجاه الI 236 نفسها باتجاه X، وال500 باتجاه الواي. المحصلة شنو؟ تحت الجذر. اذا هاي الخطوات الاساسية، نحلل اي قوة الى اي وجي، بعدين نجمع باتجاه الاي بوحدهن والباتجاه الجي بوحدهن. مثال ثالث يقول نفس الحالة، عندك هذا بوم اثرت عليه قوة، هسه ال400 انطبقت في الاكس وداخلة، وعندك قوة 250 ماله 45 ويا الواي، وعندنا قوة 3 اللي هي 200 وطالعها مثلث. شلون نحل؟ نفس الفقرة، ال 400 هنا ما تتحلل، ليش؟ هي انطبقت بعد على اكس، بعد ما بيها مركبة باتجاه واي. واضحة؟ ال 250 تحلل شنو؟ إلى مركبتين. هاي 250 تحلل إلى هاي مركبة، وهاي شنو؟ مركبة. 45 هاي 45، اذا شنو تاخذ؟ الاف واي ياخذ شنو؟ ياخذ كوساين، والاف اكس تاخذ شنو؟ تاخذ ساين. القوة الثانية 300 او 200، القوة الثالثة جي باتجاه الاكس، راح يصير القوه نفسها اللي هي 200 فيها سالب مطين مثلث. الوتر قد الوتر 5، يعني يقابل الاكس يوازي الاكس 4، اذا صارت 4 هنا على 5. هنا الواي 200 5 الوتر ثبتة ليوازي الواي 3. فجينا نفس الفقرة، جينا سوينا، جينا 400 بهذا هسه باتجاه الاكس، 400 سالب بهالاتجاه طلعنا سالب 400. ال 250 بيها شنو؟ ساين. المركب باتجاه الاكس تاخذ ساين، فصار ايش قد؟ 250 ساين 45، 250 ساين 45. القوة الثالثة بالاتجاه السالب صارت 200 4 على 5، هاي كلها طلعت المحصلة شنو؟ بالسالب، يعني محصلتها في اكس وين تتجه؟ باتجاه السالب. ناخذ المحصلات باتجاه الواي، ال 400 بعد ما بيها باتجاه الواي انطبقت، يا عندي هاي القوة اللي شو تصير؟ 250 كوساين 45، اذا 250 كوساين 40. وعندي هاي القوة اللي هي شنو؟ 200 في 3 على 6، 200 على 3 6 طلعت هاي. واضحة الفكرة؟ صارت هسه شنو عندي؟ صارت عندي مركبة summation of x summation of y، اذا المحصلة هي تحت الجذر ال fx تربيع زائد ال y تربيع. طلعنا المحصلة جيد
450. حتى للسهولة، للسهولة احنا شو نسوي؟ نقول 400 بالكراتي. زين شوية اسهل، انا هاي عندي سالب سالب 4i زائد 0 جي. 250 250 شو صار عندي؟ صار عندي 250 ساين 45 اي زائد 250 كوساين 45 جي. والميتين، الميتين الميتين يصير عندي سالب، سالب اللي هنا شنو؟ 204/5 زائد طبعا اي، والميتين 3/5 جي. هسه لو تشوفون الاف اكس، يعني سالب 400، 250 ساين 45، وسالب هيجي اللي هاي تشوفونها هاي. الاف واي صفر بعد ما جمعناه، صار عندي 250 كوساين 45 وزائد 200 3/5 اللي هو هذا. المحصلة تحت الجذر الزاوية اللي هي شو تصير مقابل الاف واي على اف اكس، طلع لنا 36. وصار الرسم مالتي وين؟ قايل باتجاه الاكس، بين طلعت سالب، المحصلة باتجاه الاكس طلعت شنو؟ سالب. الاف واي طلع موجب، اذا معناه شنو صارت المحصلة؟ هاي الزاوية فيها تجريد، هاي الزاوية 37.8. ليش؟ لان اخذ المقابل على المجاور. هذا اكو امثلة هم حبيت اعطيكم اياها بالكتاب ميريام، هذا كتاب ميريام نفس الفقرة، هم عنده القوة وريد المحصلة نهاية وريد مركباته، هاي 600 بزاوية 45 هم تتحلل الى مركبة، شنو مركبة منها ووين مركبة منها، فصار 600 الاكس مجاور اخذ كوساين، والاف واي الثاني اخذ 600. اجينا لمن؟ لل 500. ال 500 هاي الاكس مالتها ومنها هاي نفس الحالة، صارت 500 الوتر مالتي 5/4، 5/4 اعطيناها سالب، والواي صارت 3/5. هنا هاي القوة، هاي القوة خلنا نمسحها حتى يصير عندك واضح من هذا السؤال. هنا المثلث اللي اريد نكمله، هذا هو كله أربعة، كلها أربعة، راحت من عند اثنين إذا نقص اثنين، إذا صار المثلث شنو عندك؟ صار عندك شيء 0.2 على شنو؟ 0.4 صح؟ على 0.2 على 4. فسوى هنا طلع تان انفرس الزاوية هاي، قال هي المقابل، أو العفو طلع هاي الزاوية هو، هو طلع هاي الزاوية المقابل 0.2 على المجاور 0.4 طلع 36. فإذا حلل شنو؟ حلل زوايا، حلل هاي القوة. فالجاور الزاوية هي الواي، فقال الواي شنو؟ كوساين سالب قوة 800 في كوساين 26، هاي سالب. والاف اكس أخذت المركبة الثانية ساين، صار عندنا شنو؟ ساين 100 ساين 39. هذا تقدر تشتغله بزاوية أو تريد تشتغله شنو؟ مثلث.
شلون ترسم مثلثك؟ هذا المثلث. هاي عندك 0.2 والارتفاع ايش قد؟ 0.4. هذا الوتر هم طلعه في تاقوس، وتحل بثلث طريقة المثلثات. هذا السؤال موجود وين بير؟ هاي بدأ هو سنام راس 600 حلل مركب اتجاه X ومركب اتجاه Y، ال 500 هم حللت إلى مركب اتجاه X ومركب اتجاه Y، ال 800 حللت إلى طلع هاي الزاوية ثيتا ليش؟ لأن أخذ المقابل على المجاور. هسه تقول لي أقدر أنا أخذ عكس الشيء، أقدر أخذ هاي الزاوية؟ أخذ هاي الزاوية. شو تصير الزاوية؟ تان الفيرس. هاي صار عندك المقابل 0.4 على المجاور 0.2، مكملة للزاوية. وحل السؤال طلع لنا هاي القوة. هاي أسئلة كذلك موجودة ببير، موجودة ببير. هم عندك 200 هاي الكتاب بير، عندك 50 بزاوية 30، هم حللها لشيني مركب اتجاه اكس، تاخذ شيني كوساين، فال 150 في كوساين 30، واضح؟ طلعنا المقدار 150 هاي القوة، المركب اتجاه الاكس بناخذ 150 كوساين 30 يطلع 129، وال 150 ساين باتجاه الواي. القوة الثانية ال 80، 80 شنو بيها مركبات؟ ال 80 بيها هاي هو سنة شارحناها. ال 150 صارت الاف هو في كوساين 30 اللي هو هذا يطلع قيمته، الاف واي اف 1 ساين 30. ال 80 كذلك تحللت الى شنو؟ مركب باتجاه اكس ومركب باتجاه الواي، القريب المجاور للزاوية باتجاه الواي اخذ شنو؟ اخذت الكوساين، اخذت كوساين طلعها جي، واللي باتجاه الاكس اخذ الساين بس طلعها سالب. القوة ال 400 هم حللها لها مركبة قريبة على الزاوية، هسه هاي الزاوية، إذا شنو أخذت؟ أخذت الكوساين، والواي طاها سالب أخذت الساين. القوة 310 ما تتحلل، ليش؟ لأن منطبقة عادي مع الواي، فبقت شنو؟ بالجي. فمن إجا قال 180، فتشوف الجي 110 باتجاه الإكس طاها صفر. بعدين سوى جمع القوة باتجاه الإكس مثل ما كنا تعلمنا، نجمع القوة باتجاه الـ X ونجمع القوة باتجاه الـ Y. إذن R هو شي يصير تحت الجذر اللي باتجاه الـ X اللي يجد 109.1 تربيع زائد 14.3 تربيع. هذا إذن قال المحصلة اللي باتجاه الـ X هاي اتجاه الـ X 109 واتجاه الـ Y. ردنا محصلة، المحصلة عاش يصير نطبق هذا القانون شوي أسهل أحسن من هذا، اللي هو تحت الجذر FX تربيع زائد Y تربيع. هاي هنا بعد مثال ميريام، هنا قايل لك two force B I B و T، واضحة؟ حللها أو أجد المحصلة مالتها. هنا سوينا وين نريد ال X وال Y. هنا طلعنا تان هاي الزاوية، هاي التان الزاوية شنو؟ هذا المجاور وهذا شنو؟ هنا ايش مطيني؟ مطيني هذا 6 وزاوية 60، فايش طلعنا؟ وتر وزاوية، طلعنا المقابل. هذا المقابل شنو مثل لي؟ مثل لي 6 ساين 60، هذا المقابل. المجاور مثل لي 3 زائد هاي المسافة، 3 زائد هاي المسافة، هاي المسافة شو تمثل لي بهذا المثلث المظلل؟ مثل لي 6 كوساين 60. ايش هسه؟ كوساين 60 شو مثل لي؟ مثل لي هاي المسافة، خلينا نسميها X، مثل لي X على الوتر، الوتر هو المثلث 6. ف
فإذا الـ X هي شو تمثل لي؟ 6 كوساين 60. إيش طلع؟ طلع الزاوية هاي، طلع الزاوية هاي ثيتا 45 40.9. فإجا فسوينا هنا طبعا نحله بالموضوع الأول هذا، يعني بس هو مريم يخبط مادتين يعني، بس احنا علينا بالجزء الثاني هاي. فاجينا هنا احنا دارين نحلها بهذه الطريقة، ال 800 باتجاه الاكس، يعني ما عندي هسه انا شو اشوف اكس 800 باتجاه الموجب. زين ال 600 تحللناها لها مركبتين، هاي وحدة وهاي وحدة. زين هاي الزاوية 40.9 بالتبادل هاي الأربعين، فإذا الكوساين لما يجي للإكس فصار سالب 600 كوساين 40، طلعنا شقد 446. الإف واي بعد الأولى 800 ما بيها عندي، بس شنو بس المركب اللي ثاني شو يصير عندي؟ إف واي عندي سالب 600 ساين 40.9، يعني بس المركبة التي. زين اذا صار عندي شنو؟ مركبات باتجاه اكس ثم اشوف اكس ثم اشوف واي، المحصلة ثم اشوف اكس تربيع زائد ثم اشوف واي تربيع، طلعنا 524. 524 هي نفسها اقول لك اذا لو تحالها بمن؟ بالمثلثات. بس هنا خلينا نقول شوي تصير المسألة سهلة، واضح؟ اذا تحللت الى بكراتيزيان هاي باتجاه الاكس جيد 446 طيناها اي، وباتجاه الاي 393 طيناها الجي. اذا صار عندي هاي المركبات اتجاه الاكس، هاي تقريبا امثله هم موجوده هنا. هذا السؤال نقدر اقول لك حله بطريقتين، طريقه المثلثات وطريقه التحليل كوبلنر. فانت هذا الحل الاول موجود والحل الثاني اللي تعلمناه. ماما هاي تقدر هاي الأمثلة ونشوف